يحرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا موسى عليه الصلاة والسلام كلم ربه سبحانه وتعالى، فهو كليم الله، فلما تلذذ بالكلام تشوق موسى عليه السلام إلى رؤية الله حبا وشوقا، فقال رب أرني أنظر إليك، رب أرني أنظر إليك، رب أرني أنظر إليك. قال الله جل في علاه: لن تراني يا موسى، يا موسى أنت خلق من خلق الله، يا موسى لن تثبت لرؤية الله، يا موسى لن تراني، يا موسى لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، يا موسى وجه بصرك نحو ذلك الجبل الشامخ الثابت، يا موسى وجه بصرك يا موسى للصخور المتراكبة وللحجارة المترابطة، يا موسى صوب بصرك نحو الجبل، فإن استقر الجبل في مكانه فسوف ترى، فإذا بالصخور العظيمة تتدحرج وإذا بالحجارة تضطرب خار الجبل، خار الجبل، خار الجبل، خار الجبل، وخارت قواه، وأصوات مدوية، وغبار يتصاعد، ودك الجبل، وموسى ينظر إلى هذا المنظر، فلم يتمالك نفسه عليه السلام، فخر موسى وصعق وسقط على الأرض، وبعدها أفاق وهو يقول: سبحانك، سبحانك، تبت إليك وأنا أول المؤمنين، وأنا أول المؤمنين. العظمة لله، والسجود لله، والكبرياء لله، الجبال والسيات شوامخ لا يمحي، تلك البحار الطاميات بقلبها، هذا الجبل الشامخ الأشم صاحب الصخور العظيمة والحجارة المتراكبة بعضها فوق بعض، يسجد تعظيما لله، يسجد الجبل تعظيما لله، وبعض الناس لا يسجد لله، لا يسجد لله. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. الجبال تخشع والجبال تتصدع من ذكر الله، وبعض الناس لا يخشع ولا يتصدع قلبه من ذكر الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق،
أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Allah, 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 Allah.